رأفة فين أمال؟ نايم من نص ساعة. الغدا قبل ما ينام؟ ما أنت عارف ابنك عذب زهرة واتخانق معاها والآخر نام. طلع لخاله. مالك يا رفيق؟ شريفة، أنا عندي ليكي أخبار كويسة. معنى كده إن رأفت ما قدرش يقعد في أجمل شواطئ الدنيا أكتر من 3 ساعات عشان يجي مصر. معنى كده إنه هيوصل بكرة. لا يا فندم، رأفت لازم ياخد راحة قبل ما يجي مصر بأي شكل. معنى كده إنك عملت تعديلات في الخطة. لا يا فندم، مفيش أي تعديل ولا حاجة. كل ما في الأمر إن رأفت لما هيوصل مدريد هيلاقي طيارة مصر ميعادها بكرة، وبالشكل ده هيقضي ليلة في مدريد ويبقى عنده فرصة للنوم والراحة 24 ساعة. ومين قال لك بقى يا سيدي إنه هينام ويرتاح؟ ده رأفت يا عزيز وفي مدريد. لا بس رأفت حريص، والفندق اللي هو نازل فيه في أطراف البلد، يعني قريب من المطار، وعشان يتحرك وينزل مدريد ويرجع عاوز له 2 ساعة على الأقل. وعلى كل حال الفندق في حضن الجبل ومزارع اللوز، والمشهد هناك في غاية الروعة. في الحال صادق، يعني الخطة زي ما هي ما فيهاش أي تعديل. أنتوا فاهمين حاجة؟ أيوة أنا فاهم يا سليم، بس في حاجة أنا عايز أعرفها يا رفيق. حاجة؟ حاجة إيه يا عادل؟ يا ترى رأفت هو اللي طلب يشوفنا؟ مضمون الرسالة اللي جات لي من رئاسة الجمهورية وبصفة شخصية بتؤكد إن هو عايز يشوف عيلته كلها. يعني نجيب ولادنا كمان. ولادكم؟ طبعًا. إذا كان رأفت اتغير زي ما أنت بتقول يبقى من حقهم يشوفوا عمهم. شوفوا عمهم؟ يظهر إن حضرتك ما سمعتنيش كويس. أنا بسمع كويس وسمع سليم يا أخي. شوفوا يا جماعة، الحكاية دي على أكبر قدر من السرية، والرسالة اللي جات من الرئاسة بتؤكد هذا المعنى. يعني أي كلمة هتطلع برانا إحنا الخمسة هتكون عواقبها مش كويسة. معنى كلامك يا رفيق إن كل اللي كان بيعمله رأفت كان نوع من التمويه بيغطي بيه مهمته الحقيقية؟ والله ده اللي أنا عرفته. الله، أنت متأكد من حكاية الرئاسة دي يا رفيق؟ أنا قلت لكم قبل كده إن مندوب الرئاسة جالي المعسكر وانفرط بيا واتكلم معايا بكل وضوح. يعني نيجي يوم الخميس إحنا الثلاثة من غير ولادنا؟ أهلا وسهلا، تشرفوا في أي وقت، البيت بيتكم. إنما إيه؟ طب وإذا سأل على الولاد؟ رأفت لحد دلوقتي ما يعرفش ان شريفه خلفت ولد تاني، انها سميته رأفت. انت حقك تفرحي يا شريفه، مش تبكي، ربنا نصرك علينا كلنا.